السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتنا اخواتنا متابعي قناة الإمام الحسين فضائية، حياكم الله اينما كنتم واسعد الله ايامكم بذكرى ولادة كريم آل البيت سلام الله عليهم الإمام الحسن المجتبى، ارواحنا للتراب كرامته وعزته وآل بيته الفداء ان شاء الله، وان شاء الله نبارك ونهني سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء إن شاء الله بذكرى ولادة كريم آل البيت. جعلنا الله وإياكم من المتوسلين ومن السائرين على خطاهم إن شاء الله بحب محمد وآل محمد. حلقة جديدة من برنامج على حب الحسين من كربلاء الحسين عبر شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. إن شاء الله، وإن شاء الله نسأل الله العلي القدير أن يمن علينا بزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وفي هذه الليالي ليالي كريم آل محمد الإمام الحسن المجتبى نتوجه أنا وسيد عماد نزور زيارة نيابة عنكم إن شاء الله، ونسأل الله قضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم إن شاء الله. سيدنا صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا من وفيت ببيعتك لأخيك الحسين، السلام عليك يا من وصيت السلام عليك يا من مضيت ببصيرة من أمرك، السلام عليك يا كافل الحوراء زينب، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك وعلى أمك أم البنين يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته.
رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما تمت الزيارة بالنيابة عنكم من حرم الإمام الحسين عليه السلام وأخيه بالفضل العباس وسائلين مولى القدير أن نمن عليكم بقضاء الحوائج شفاء المرضى إن شاء الله. وشاهدنا هذا الفاصل اللي من داخل بناية بيت الحسين عليه السلام. هذه البناية اللي تكون في شارع قبلة الإمام الحسين عليه السلام خلف المخيم الحسيني وخلف العلامة أحمد بن فهد الحلي. هذه البناية احنا قلنا بناية ارتفع حجرها بهمة الموالين وهمة خدام الحسين، يعني حجر حجر ارتفعت هذه البناية بدعم ومساهمة خدام الحسين، يعني بناية متوحدة بها كل الأسماء وكل الأجساد من كل أنحاء العالم على حب الإمام الحسين عليه السلام ارتفعت هذه البناية. ومثل ما شاهدتوا الأخوة اللي يعمرون هذه البناية من داخلها بحجر السيراميك أو بالسيراميك اللي هذا كله بدعم خدام الحسين، احنا قدرنا نشترى هذا السيراميك وقدرنا نشترى هذا المرمر بحيث سوينا أرضية والجدران وكل هذا بدعمهم وجزاهم الله خير الجزاء، لأن خلوا لهم صدقة جارية اللي ينتفعون بيها بالدنيا وينتفعون بيها بالآخرة. بالدنيا الصدقة الجارية والكثير من الروايات اللي دلت انها تقضي الحوائج لشفاء لمرضى، بعد انه هذه الصدقة الجارية راح تكون لك تدفع عنك الأضرار وتدفع عنك ميتة السوء، وانت من ساهمت بهذا المرمر بهذا السيراميك انت ساهمت مكان لخدمة سيد الشهداء، ومو يوم او يومين، لا على طيلة ايام السنة، على طيلة ايام السنة خدمة لسيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام. على طيلة ايام السنة احنا نوعي الناس ونحاول انه نجذبهم للامام الحسين عليه السلام، وبعد نبينهم شنو اهداف الامام الحسين سلام الله عليه. فانت مشاركتك مشاركة جدا عظيمة، انت مثل واحد اليوم اللي جهز له غازي، من جهز غازيا فقد غزا رسول الله صلى الله عليه وآله. اليوم انت من تجهز ناس لتوعي المجتمع حتى توصلهم إلما لطريق الحق، فانت شنو؟ انت اصبحت انت الداعي، مو احنا الدعاة، انت اللي ساهمت، انت الداعي الى الحق اللي كثير من الروايات اللي تحث على نصرة مذهب امير المؤمنين سلام الله عليه. فيا اخوتي يا اخواتي، ساهموا لاكمال بيت الحسين عليه السلام، ساهموا لدعم قضية سيد الشهداء، ساهموا لنصرة مذهب امير المؤمنين سلام الله عليه. احنا قضيتنا مو قضية انه بناء بناية فقط، بناية ونقعد بيها راح وراح نقعد على التبريد ونقلب الاجهزة، لا، احنا قضيتنا قضية هدف، قضيتنا قضية الامام الحسين عليه السلام. احنا ثورة الامام الحسين عليه السلام نوصلها لكل انحاء العالم، لازم نوصل هذه الثورة لكل المجتمع، نخلي كل الناس تعرف. المستبصرين استبصروا بنور الحسين وكانت القنوات الشيعية سبب في استبصارهم، فأنت من تساهم في قناة الإمام الحسين في هذه البناية راح تساعد على استبصار الكثير من الأخوة المضللين. وعدنا الأخوة اللي دا يتصلون دا يساهمون، بارك الله بيهم وجزاهم الله خير الجزاء. كل إنسان يساهم على حب الحسين هو راح يساعد على الاستبصار ويساعد على وصول نور الحسين عليه السلام لكل أنحاء العالم. يعني سيدنا، يعني تتعجب وتفرح لكلامك بالنسبة بلي. للأرضيات اللي شفناها بالفاصل بلي. يعني تدري هاي إيش قد بيها ذكريات إلى كل خدام الحسين اللي شاركوا واللي ساهموا واللي تبرعوا. يعني كثير من الناس إنه بدمعتهم من الأخوات هدت لها خاتم واللي هدت لها حلقة حتى تنبني هذه الكاشية أو هذه الأرضية حتى تخلص. أنا وياك هذا واضح سيدنا، هذا واضح، ويعرفون أنه كل شيء دا يصير بهذا البناية هو بسبب مساهمة خدام الحسين. نعم أكيد. بس أنا الهدف والغاية من هذه البناية لازم تكون واضحة عند الناس حتى يعرف هو هذا مساهمته مو مساهمة عادية لبناء مثل مسجد أو حسينية في أكيد العادي. أكيد أكيد. مساهمة أنه قضية نصرة. أكيد. نصرة الإمام أكيد. الحسين عليه السلام. يعني لما نشوف إنسان من المغرب العربي أو من جنوب أفريقيا أو من بلدان الهند فرنسا وهولندا وباقي الدول الأوروبية بنور الحسين عليه السلام،
قد يكون انه الدول اللي ذكرتها الدول ذكرتها انت قد يكون انه بيها مسلمين اساسا. لا احنا عندنا قنوات، احنا عندنا قنوات مثل قناه الاردو، قناه التركي، يعني مثلا جنوب افريقيا اكو مسلمين لكن فرنسا ماكو مسلمين. لا من خلال قناتنا احنا راح نبينهم لما نشوف القناه الاردو والخدام يعني بالهند يدعمونها. بالهند من ذول اللي تلقاه انه يعبد بقره، ومن يشوف القناه يستفسر من هو الحسين من خلال البرامج أكيد. راح يعرف شنو الامام الحسين صح، فراح من يكون هو السبب اللي يدعم، اللي يدعم الانسان اللي يدعم المساهم أكيد. فهذا اجر جدا عظيم اكيد جدا عظيم. فلا بد انه نلتفت على هذه النقطة، نلتفت انه قضيتنا قضية نشر علوم محمد وآل محمد. احسنت. ف ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الاخت زكية ام علي من بغداد، الاخت ام مصطفى من بغداد تبرعت وشاركت لخدمة سيد مولاي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، ويا رب بيتك معمور بأولادك وبحب محمد وآل محمد، وإن شاء الله يا رب يدر عليك هذا السهم اللي شاركتي به لنصرة السيد مولاي أبي عبد الله، إن شاء الله يدر عليك بالعطاء والخير والبركات إن شاء الله بحق محمد وبحب الحسين عليه السلام. وإن شاء الله أيضا دعوتنا إلى كل أخوتنا اللي يشاهدونا مثل ما تفضل من الحسين، هدفنا وغايتنا هو نصرة سيد مولاي أبي عبد الله الحسين والعترة الطاهرة، غايتنا إيصال الرسالة المحمدية، غايتنا أنه نخلص من كاهل الجهل، نخلص من الاستيطان على عقول الناس بالأمور اللي الصراحة جذبت المجتمع ما أنزل الله بها من سلطان بأنواع وأشكال من ملذات الحياة، لكن ما انجذبوا إلى أنه يعرفون من هو الله، من هو الخالق. وكثير من الناس انه ما يؤمن حتى برب العالمين. احنا نريد نوصل من خلالكم ومن خلال كل اللي شاهدنا حاليا، ونوصل من خلال كل الاخوة اللي شاركوا ويانا ويا الاخوة اللي راح يشاركون ويانا، حتى نوصل ونوصل هذه الرسالة، نوصل هذه الرسالة اللي من اجلها انقتل الامام الحسن، اللي انقتل من وراها الامام الحسين، اللي انقتل من وراها بقية الائمة الاطهار. من خلال دعمكم، من خلال مساهمتكم، من خلال وقفتكم وإيانا، احنا هنا منتظرين انه كل خدمة الحسين عليه السلام انه يشاركون ويانا حتى نوصل ان شاء الله. يا الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو احنا اللي نريده. هسه احد الاخوة من قناة الانجليزي، قناة الثالثة، اتصل في برنامج بث مباشر، اتصل وتشيع هذا الشخص واستبصر بنور الحسين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله ان شاء الله يا ابو عبد الله فاشهد، هاي رسالتك، رسالتك دي نحاول نوصلها باقصى مجهود، ونحاول على قدر الامكان نكثر من محبيك ومن عشاقك، ونكثر من الناس اللي تحب تعرف ما هو الحق وتحب تعرف ما هو الصراط المستقيم. وإن شاء الله يا رب بمجهود أخوتنا وأخواتنا، وبارك الله بقناتنا الثالثة اللي تبث شعاع نور الحسين عليه السلام باللغة الإنجليزية، اللي قدرت تدخل بقلب هذا المؤمن، وقدرت تدخل في قلب كل المؤمنين اللي ساكنين في دول العالم، وقدروا انه يوصلون الرسالة المحمدية الى هذا الشخص، وقدروا انه يخلون قلبه ينبض بالحسين عليه السلام. فهنيئا لهم، وشكرا الى كل كوادرنا، كوادر قناة الامام الحسين عليه السلام من اللغة الانجليزية واللغة الفارسية واللغة العربية وايضا اللغة التركية واللغة الاذرية. هنيئا لهم هذه الخدمة، هنيئا لهم اللي قدروا يوصلون الرسالة الحسينية والرسالة المحمدية، وهنيئا إلى كل المتبرعين اللي دعموا هذه القنوات الخمسة حتى تبقى مستمرة في عطائها وحتى توصل إلى أبعد نقطة بالعالم. فهنيئا لهم، وبارك الله بكل الأخوة والأخوات العاملين على خدمة محمد وآل محمد، وبارك الله بكل كوادرنا اللي لحد الآن مستمرين في عملهم. يعني أكثرية أخوتنا
من ساعة 6 الصبح ولحد الآن باقي يعمل، تارك أهله، تارك ناسه، وقاعد اللي قاعد ورا المكسر، اللي قاعد ورا الكاميرا، اللي قاعد انه يمنتج البرامج اللي دي يصوروها، المواد او الاوردرات اللي دي توصل لهم من المصورين قاعد دي يجهزها حتى يقدر انه يلحق وقت البث المباشر او باقي البرامج حتى انه توصل باسرع وقت الى الشاشة وتنعرض حتى العالم يشوفها. الله يبارك بيهم، وان شاء الله هذا العمل اللي يقومون به هذا كله مكتوب لهم. واكيد هذا نرجع ونقول الدور الدور الاول والاخير هذا راح يكون الى كل الاخوه والاخوات اللي شاركوا وساهموا حتى تبقى هذه القنوات من خلالها ترفرف رايه الحسين عليه السلام. فهنيئا وبارك الله بك سيدنا. الشكر الاول يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الشكر. انت وقاعد تحكي عن الاستبصار ولله الحمد، هذا هو هدفنا وهذا غايتنا. يحكي شاهده وياه هدفنا وغايتنا حتى الناس تكون عندهم واضحه انه هدف قناه الامام الحسين الفضائيه هو انه ايصال شعاع الحسين، شعاع نور الحسين، لان كلام اهل البيت هو كلام نور. مجرد انه احنا نتكلم بكلام اهل البيت هو يدخل الى قلوب الناس، وهذه الروايات اللي دلت عليه قول الامام الصادق سلام الله عليه ان كلامنا نور، يعني الكلام من تتكلم به هو راح يوصل قلوب الناس. احنا ما علينا الا نوصل. الشكر الاول طالب عبد الله عجلان، طالب عبد الله عجلان محافظه بغداد، نعم، هم ساهموا ويانا، جزاه الله خير الجزاء ان شاء الله، من الموفقين من المسجلين في سجل السيدة الزهراء ان شاء الله. اكيد راح يوصل نور الى كل امواته. انا اريد اقول شكر، هذه الصدقه الجاريه بالعافيه عليه وعلى اهله وارحامه ان شاء الله. نعم، عن صاحب العصر والزمان، يشوفنا لو ما يشوفنا؟ اكيد يشوفنا صاحب العصر والزمان، هو مطلع على كل شيء يا حسين، وتنزل دمعه من عينك مطلع على حسين كل شيء عليه السلام راح يكون. فنقول له شكرا يا صاحب العصر والزمان، شكرا يا مولاي، شكرا على هذا التوفيق، ولو احنا ما نستحق، احنا نكون في هذا المكان، نكون دعاة لثورة الحسين، ولكن هذا ببركة دعائك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. وأسأل الله أن يجعلني خادما وكل أخوتي خادما لتراب مقدمك الشريف يا صاحب العصر والزمان. أسأل الله أن يوفق جميع خدام الحسين اللي يدعمون هذه القناة ويدعمون قضية الإمام الحسين عليه السلام لنصرة ثورة جدك الحسين إن شاء الله. شكرا يا مولاي، شكرا يا صاحب العصر والزمان، وأنت تسمع كلامنا وترد علينا سلامنا. فيعني يعجز الكلام أن يشكر صاحب العصر والزمان على هذا التوفيق، أنه شخص واحد لو يستبصر عندنا بالسنة كلها هذا أجره جدا عظيم. خلي يكون سهم الأخوة والأخوات اليوم لسلامة سيدي مولاي الإمام العصر والزمان، روحي له الفداء ان شاء الله. اخواني اخواتي، انتم شفتوا وتبين امامكم هذا الشيء، والامام الحسين هو شاهد على كل ما يجري. الحسين اذا تحب تبدل مكانك تعال، لا مسموح لا لك مسموح لك لا لا مسموح لك اترجاك. انا من اشوفك تعال مكاني، من اشوفك تعال المكان، من اشوفك بهذا تعال المكان مكاني. وخلفك الامام تعال هنا مبينين حاليا بالراجع مبينين انه اثنين نرهم ان شاء الله. ماكو فرق الله شاهد ان شاء الله. اخواني اخواتي، الارقام هذه موجوده اسفل الشاشه، وتقدر من الان تتصل وتساهم بنشر علوم محمد وآل محمد، وتكمل هذه البنايه تدعمها لاكمالها، تكون انت المساهمين لنصره ثوره الامام الحسين عليه السلام، والداعين الى الاستبصار لطريق الحق، طريق امير المؤمنين سلام الله عليه. هدوا هذه الحجر بلي للمله وخادم الحسين عليه السلام الشيخ محمد الشرار، اللهم صل على محمد بارك الله. قالوا له هاي ما يقارب 70 عام مجاور الحرم الحسين عليه السلام، شنو كان رده؟ بلي قال هنيال الحجر. الله هنياله للحجر اللي نقش عليه اسم الحسين عليه السلام. الله، بعد شيخ محمد شرارة تحياتنا له، شيخ الجليل صاحب الكلام الدر. يعني من تقول له هذا الحجر من حرم الإمام الحسين يقول لك الحجر لا يعني شيء، لكن هنياله للحجر اللي شال اسم الحسين عليه السلام. اسم الحسين سلام الله عليه. هنيئا للي راح ينال هذا، اللي راح يحصلها ايش راح يقول؟
فشيء عظيم وبركة ببيته من حرم سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، جزاء على وقفته مع قناة الإمام الحسين لنصرة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. يعني ألا من ناصر ينصرنا أو ألا من ناصر ينصرني، من قالها الحسين عليه السلام ليلة العاشر حتى يجون يشاركون وياه بالمعركة وينصروه على الطغاة وينصروه على الأعداء. هسه احنا حاليا أيضا باسم الحسين عليه السلام سيد النصر في كل زمان، نقول لكم ألا من ناصر ينصر قناة الإمام الحسين حتى نوصل صوت الحسين عليه السلام من خلال دعمكم، من خلال عطائكم، من خلال تبرعكم، من خلال مشاركتكم يا أخوتنا. صيروا ويانا وشاركوا بالإعلام الحسيني، أنت تكون إعلامي وأنا بخدمتك، أنت صير الداعم وصير أنت الراعي لبرنامج على حب الحسين عليه السلام وأنا بخدمتك، مستعد أقدم البرنامج إيش وقت ما يعجبك ما دام بنصرة الحسين عليه السلام أنا بخدمتك. إن شاء الله موفقين أخوتنا وأخواتنا. نرجع ونقول نصرة الحسين عليه السلام وياكم، شاركوا ويانا وساهموا ويانا، خلينا ننصر الإمام الحسين. ما كان في وقتنا أنه عايشين إحنا حتى ننصر الحسين في المعركة، ما قدرنا أنه نقدم أرواحنا، ونتمنى كل إحنا وكل يقين أنه الكل اللي يشاهدنا حاليا يتمنى أنه كان مع الحسين عليه السلام لنصرة الحسين. فيا أخوتنا ويا أخواتنا، إحنا في زمن الحسين ما كنا، لكن موجودين في العصر الحالي، عصر التطور، وهذا عصر التطور من خلال الشاشات اللي توصل وانت وقاعد ببيتك تقدر تشوف كل برامج، تقدر تشوف كل الأمور اللي تحتاج تعرفها، اللي ما تعرفها وتحاول تعرفها. فشاركوا ويانا مع قناة الإمام الحسين لنصرة الحسين عليه السلام، شارك بعطائك وخذ عطاء من الحسين ايش قد ما يعجبك، لأن الحسين ما يقصر ويا أي شخص يوقف وياه ويحاول أنه يطلب منه حاجة. وإن شاء الله يا رب التوفيق. أخوتنا أخواتنا، أرقامنا موجودة حاليا أسفل الشاشة، بإمكانك الآن الاتصال والمشارك. والشكر الجزيل إلى كل أخوتنا اللي على قسم الاتصالات اللي يجاوبون على الاتصالات حتى يوضحون لكل الأخوة والأخوات اللي يتصلون حاليا ويعرفون كيفية المشاركة والمساهمة والدعم لقناة الإمام الحسين وكيفية إيصال المبالغ إلى هذه القناة حتى من خلالهم ومشاركتهم مع قناة الإمام الحسين نوصل صوت الحسين وشعاع نور الحسين. الله يبارك بالأخ كرار الشويلي، والله يبارك بالأخ طارق، والله يبارك بالأخ ملا حسين، ويبارك بمحمد حسين وأبو زهراء وكل الأخوة العاملين على خدمة قناة الإمام الحسين وخدمة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين. وشكرا أيضا للأخوة اللي في كوادرنا، أو الأخوة كوادرنا قناة الإمام الحسين اللي تبث باللغة الإنجليزية، والله يبارك بجهودهم اللي قدروا يوصلون حب الحسين عليه السلام إلى كل شخص من ما يعرف من هو الحسين وما يعرف ما هو الدين الإسلامي، لما كانوا دؤوبين بعملهم ومجدين ومجتهدين ما قدروا أنه يوصلون القلب هالشخص هذا ويدخلون بقلبه حب محمد وآل محمد ويخلوه يستبصر ويصير شيعي موالي لمحمد وآل محمد وعلي وآل بيته. الإخلاص بالعمل سيدنا، الإخلاص هو اللي يخليك توصل الكلام اللي تقوله، توصل الطريقة، توصل الهدف للمتلقي، هذا الإخلاص. فالأخوة بكل قنواتنا، بكل قنواتنا الخمسة اللي تبث أخوة مخلصين جزاهم الله خير الجزاء، الله يبارك فيهم. ولو تعرفون مشاهدينا، لو تعرفون التعب اللي تعبونه جاي، يعني صحيح يألم القلب، لأن كل واحد يداوم بال 12 ساعة والاكثر يداومون على مدار 24 ساعة. ما دام الخدمة ابو عبد الله يستاهل، لا في سبيل انه يوصلون رسالة الامام الحسين عليه السلام. هذه نصرة بس على طريقة اخرى، نصرة الحسين على عدة طرق،
اليوم قلنا واحد يقدر ينصر الحسين، بس يعني اكو نصرة مراتب على مراتب، واضعف المراتب يعني انا ما اقدر اقيم، انا مو بن باب التقييم هسه اقيم انه مرتبة النصرة، ولكن نصرة الحسين من انت تخلي انسان يستبصر، هذه انا اشوفها اعظم نصرة، لان من دليل من حديث رسول الله صلى الله عليه واله ان شاء الله يا علي لو اهدى الله بك رجلا رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس. اكيد، وهذا جدا عظيم. ان شاء الله احنا حلقتنا اشرفت على الانتهاء، ولكن عندنا امل بيكم خدام الحسين تتصلون على هذه الارقام، وفي هذه الليله على حب الامام الحسين على حب صاحب العصر والزمان يساهمون ويانا ان شاء الله. ان شاء الله حلقتنا لهذا اليوم انتهت، وان شاء الله بكره بنفس الموعد راح نشاهدكم في ليله الجمعه مع برنامج على حب الحسين عليه السلام. خادمكم سيد عماد الحكيم وملا حسين الكربلائي، في امان الله. في امان الله.